في ظل موجة حرارة قياسية تجتاح كاليفورنيا منذ أسبوع، مئات من حرائق الغابات التي اشتعلت في الوسط والشمال تتسع رقعتها لتصبح من بين الأكبر في تاريخ الولاية. عدد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات من رجال الإطفاء والمدنيين، كما دمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى. حاكم كاليفورنيا أشار إلى العلاقة المباشرة بين التغير المناخي وهذه الحرائق، داعيا السكان لتنفيذ أوامر الإجلاء. Now are engaged formally with mutual aid from 10 different states, not just the western states, trying to reach out as far as the east coast to see if we can get resources here into the state of California, address the stress that we placed on the 12,000 plus firefighters that are on the lines as we speak. الهيئة المعنية بمكافحة الحرائق في كاليفورنيا قالت إنها تتوقع المزيد من الصواعق يوم الأحد. عشرات آلاف الأشخاص أجبروا على مغادرة منازلهم. It's really heavy, so I'm changing my mind to be honest. No, I can't get enough air, oxygen, especially with this mask. You have to keep it on. وفي قرابة 20 عاماً ضربت الولاية حوالي 12 ألف صاعقة، ووقع أعنف حريق في تاريخ كاليفورنيا في تشرين الثاني نوفمبر عام 2018، وأسفر عن وفاة 86 شخصاً. الأشجار تتحول إلى رماد والمنازل تلتهمها النيران. الحرائق في كاليفورنيا ما تزال مشتعلة، وفرق الإطفاء في الولاية وصلت إلى أقصى طاقتها. لهب الحرائق الهائل قضى على مروحية تابعة لرجال الإطفاء وبداخلها الطيار. These conditions aren't conducive to control of the fire, and with as many fires that are going on, the resources are limited to some extent, so that does make it a little more difficult to control. هذه الحرائق أدت إلى التهام أكثر من 20 ألف هكتار من المساحات الحرجية والزراعية، وأجبرت مئات السكان على ترك منازلهم عند منتصف الليل بعدما وصلت ألسنة اللهب المصحوبة بالرياح العاتية إلى المدن المكتظة بالسكان، ما دفع بحاكم الولاية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ. It took me a while to get out. So my husband was driving the car and it burnt. He got burnt and he had to leave the car and it blew up. ومنذ يوم الاثنين اندلع أكثر من 360 حريقاً في ولاية كاليفورنيا من جراء البرق الذي ضرب الولاية أكثر من 10,000 مرة خلال 72 ساعة، في وقت كانت تسجل الولاية موجة حر تاريخية، حيث تخطت درجات الحرارة 54 درجة مئوية في بعض المناطق.